كان لحظة نزاع حول الشرعية وحول الثقافة الشرعية وحول توجيه المجتمع. وطبعا الغلبة كانت للطرف الذي له القدرة التعبوية وله الجرأة وعلى حساب يعني المخبر الزيتونية التي كانت في حالة من الضعف والجرأة. إذا نروح إلى التجربة المجيبة والتجربة التي قامها المجيبة مقابلها تلخص في كلمتين تحديث ودولة لك. أولا تحديث الدين والمؤسسة الدينية قراءة جديدة بوضع الدين في خدمة معركة الخروج من التخلف كما كان يسميه. إصدار تشريعات تقدمية. إصلاحات جذرية. إصلاحات ولو بين مزاجين مش مشكلة يعني. جذرية. طالت إذن أدت إلى إلغاء التعليم الزيتوني والحفاظ على المرحلة العليا منه مع يعني وضع معناه كلية يعني تكليف كلية الشريعة وأصول التقنية في هذا الوقت إلغاء الحكم الشرعي إلغاء الأحداث وسمح قانون الأحوال الشخصية كما تعرف. إذن العملية في ملخصها كانت إضعاف النتيجة كانت إضعاف لفكر سلطان الفكر الديني والمؤسسات الدينية التقليدية. وأصفها بأن عملية علمنة سيكولاريزاسيون علمنة وليس لائكية لأن اللائكية تكون على مبدأ الفصل بين الدين والدولة نموذج الفرنسي معروف. بينما السيكولاريزاسيون العلمانية لا تقتضي هذا الغرض وكنموذج يعلم الآن البروتستانتية الاسكندنافية وغيره والأمريكية وغيره. نحن أقرب إلى هذا النموذج لكن مع خصوصية هو أن يعني العلمانية ترافقت مع الدولة دولة الدين ودولة المؤسسة الدينية ووضع الدين في خدمة الدولة وخدمة مشاريع الدولة. في هذا الإطار إذن دولنا وكسب السلطة إلى حد كبير تم إذن تأسيس إدارة مركزية للشعائر الدينية إلزام علماء الدين أو الضغط عليهم بالقبول باختيارات النظام الجديد وتهميش من خسر بورقيبة من بين العلماء. مش لازم نروح بالتفاصيل. أيضا تصفية الأسس البلدية استقلال الهيئات الدينية الأسس المادية التي تسمح للهيئات الدينية بأن تمارس نشاطها كما الأوقاف مثلا الأوقاف كان لها دور والأحباس كان لها دور كبير الأعمال الخيرية والمشاريع الخيرية كل هذه الجمعيات تم تصفيتها أو تجميدها أو تهميشها وبالتالي المؤسسة الدينية أصبحت لا يعني لا حول لها ولا قوة كما يقال. القوة المادية لا يمكن التعاون إلا على الدولة. ثم طبعا مراقبة الدولة ومراقبة الدولة على مؤسسة إنتاج النخبة الدينية أو مؤسسة إنتاج رجال الدين. كلية زيتونية للشريعة وأصول الدين التي لا محالة وحتى كان من سمي باسم لهذه الدار المذكور الشيخ الفاضل بن عاشور هو الذي حدد البرامج باستقلالته لم يتدخل احد في عمله. الاساتذه المدرسون زيتون
ما قال الزيتونة سيتعلق وستصبح الزيتونة تعيش ضغوط كبيرة جدا لفرض تحديث حسب تسوق الصوت، تحديث مؤسسة يعني الزيتونة. إذا هذا الفصل من التاريخ انتهى، يعني عهد بريء انتهى به، يعني خلينا نقول نوع من التفاهم بين بريء وقسم من مشايخ الزيتون. قبل باجتهاداته جميعا ولو على مظهر او امتنع عن نفسه علانيه حتى وان كان لا يفهم بها، مش بالضروره قبل ذلك. الإسلاميين الذين عارفوا تلك الإجراءات تلك السياسة الكبرى ووجدوا سببا لدى شيوخ المحافظة. إذا نهاية الستينات بداية السبعينات تظهر نواحي الجماعة الإسلامية كحركة دعوية دينية أخلاقية، وتحاول أن تستغل ما يوجد من قطور النشاط مثل جمعية محافظة على القرآن الكريم، مثل مجلة المعرفة اللي كانت يعني رخصة عند أحد الزيتونيين، العلاقات بمشايخ الزيتونة، المعارضين طبعا، من أجل تكوين حلقات مسجدية ومن أجل الانتشار. هذه الجماعة الإسلامية ظهرت مدافعة عن مواقف في البداية يعني جد معارض بل بلوي، كتبريز بعد الاستنشاق، رفع عمل البرقة، رفض الاختبار، معاداة الديمقراطية. وفي فترة ما زادت تتبلى وأن الفكر السيد قطب يعني جلب بعض شباب الحركة وأثر على أدبيات الحركة، لكن خلي سرعان أو استعادت يعني خصوصيتها وانتمائها لمجتمع التونسي، فالمجتمع الليبرالي، وعادت لتتفاعل وتعيد التفاعل مع المجتمع التونسي، لأن يعني الشباب حركة الإسلامية هو شباب أنتجت في المدرسة المغربية، وهو أن هذه الريال وهو هذه الثقافة وهذه التقاليد وهذه التجديد. وبالتالي وهذا هو الكلمه الخصوصيه، خصوصيه الحركه الاسلاميه او التفاصيل الرئيس من الحركه الاسلاميه في تونس. وهذا قلته واعيده ولم اقدم عليك رغم تقلبات السياسه ومشاكل السياسه، خليني نتكلم عن التوجهات الفكريه الكبيره. فاذا آل الامر الى مشروع مجتمع محافظ، من مرضى الى محافظ، مجتمع محافظ، مشروع مجتمع او مجتمعي محافظ. معناها فاش يتجدد المحافظ مثلا؟ يعني اذا هو في تطور، في عناصر جديده، لكن مع الحفاظ على يعني جمله من القيم، القيم الدينيه كما قالها الاخ، مثلا من التعبيرات هذا نعم للاختلاط اللي كان مفهوم، لكن بشروطه الاسلاميه. نعم لبلوغ المرأة مستويات عليا في التعليم اللي كانت الحركة ضدها في الأول، ولكن في خدمة المشروع الإسلامي، إذا محاولة يعني إيجاد نوع من التوازن داخل. ثم دخلت الحركة مع حركة السياسة، دخلت الحركة مع حركة السياسة وطالبت بالاعتراف بها. والناحية الإيديولوجية حافظت على مبدأ مانيش تطور فيه، يعني ما زال عمل تأثيرات، هو مع أن أثر الفكر الإخواني ولم تتحرك منه تماما، تأثرت به، تشبعت به، حاولت أن تتحرر من جوانبه، لكن ما زال إلى حد الآن يعني مبدأ الشمولية أو الشمول هذا، الإسلام نظام حياة ودين وسياسة وكذا، ولا سبيل للتفريق بين الدين والسياسة ولا بين الدين والاقتصاد ولا بين الدين والعلم. طبعا هذا يطرح مشاكل في قضية الإدارة المجتمع والتعاطي معها، تحكي
التي يعني صراع على السلطة وعلى الشرعية وسعي لاجتثاث حركة النقل على الطبع لأنها كانت تقريبا هي الفصيل الأساسي والرئيسي والمسيطر في الحركة الإسلامية. كان هناك لمحات حسب تحليل لكن في تأثيره الفعلي في الحياة العامة في تونس يعني كان منعدم آنذاك. تقاعدين أو أمن إغلاق المساجد ما بين السلطات